الشركة المتحدة للرياضة أعلنت استضافة مدينة العلمين الجديدة قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب، واللي هتنظمها مصر بمشاركة الأهلي والزمالك، والقرعة هتكون بكرة الساعة 7 بالليل. واتحاد الكرة أرسل خطاب رسمي لنادي فاركو، أختاروا باعتباره فائزا على الأهلي في مباراة دور ال 16 بكأس مصر في اللقاء اللي كان هيتلعب النهاردة، وده بعد انسحاب الأهلي رسميا من بطولة كأس مصر. نادي الزمالك استأنف تدريباته الجماعية على ملعب النادي استعدادا للفترة الجاية، وده بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها الفريق بعد مباراته أمام بلدية المحلة. قاد تدريبات الفريق أندري بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، وده بسبب سفر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني إلى البرتغال لقضاء فترة الأجازة هناك لزيارة أسرته. نادي الاتحاد السكندري أعلن تعيين القبرصي بابا فاسيليو مديراً فنياً جديداً لزعيم الثغر بدءاً من الموسم الجاي، خلفاً لأحمد ساري واللي تولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم اللي فات. نادي قطر القطري أعلن ضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المصري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وفريق أتلانتا حقق الفوز على فريق ليتشي بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استضاف امبارح أول رابطة لمشجعي الفريق من المسلمين باسم MUMSC تزامناً مع انطلاق مباريات الدوري الممتاز الإنجليزي للموسم الحالي 2024-2025. نشر نادي مانشستر يونايتد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صور من زيارة رابطة مشجعي الفريق المسلمين إلى ملعب أولد ترافورد وعلق مرحباً بكم في عائلتنا. ألكاي غوندوغان قائد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم أعلن امبارح بشكل رسمي اعتزاله اللعب دوليا، وده بعد ما قاد نجم خط وسط برشلونة منتخب بلاده ألمانيا في 82 مباراة دولية. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لهبة ومصطفى عشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا هلا.